عرض. طيب حلو قوي. لقطات لمران النادي الاهلي النهارده واستعداداته لمباراه الغد امام سموحه، المباراه الهامه للغايه في بطوله الدوري. مهم الاهلي يواصل انتصاراته بعد العوده ليها في مباراه فاركو الاخيره. حاله من التركيز والجديه اكيد موجوده عند لاعبي النادي الاهلي، عند الجهاز الفني، وكيفيه تخطي كل عقبه تلو الاخرى عشان تحقق الهدف الاسمى بالنسبه لك، وهو عوده بطوله الدوري لمكانها الطبيعي في الجزيره. ده مكان بطوله الدوري الطبيعي، ده بيته، يعني الدرع بيته فين؟ في الجزيره. فالدرع خرج من بيته بقاله سنتين، ان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي، وده هدف اساسي عندهم، وانا بقول لحضراتكم هدف اساسي من ضمن الاهداف واللي بقى ليها اولويه كبيره جدا، انك ترجع البطوله دي. لان جمهور الاهلي ما تعودش انه يفقد بطوله الدوري سنتين واكتر كمان من سنتين، دي ما حصلتش. يعني حصلت مره قبل كده على ما اتذكر، على ما اتذكر يعني اللي انا وعيت عليه، الفتره ما بين 2001 و2004 او 2005 فقدت البطوله 3 سنين، سنتين فاز بيهم الزمالك وسنه ما فاز بيها الاسماعيلي، وبعد كده اكتسحت. فانت فقدت البطوله سنتين، ان شاء الله الاهلي يرجع ويكتسح في الفتره اللي جايه الفوز بهذا اللقب يعني. فاللقطات حضراتكم شايفينها، الاستعدادات يعني بتختتم في هذه اللحظات في مقر النادي الاهلي بالجزيره، تحديد استاد مختار التتش. تعالوا نقرب للصوره بشكل اكبر ونروح لزميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناة الأهلي من داخل استاد مختار التتش عشان يطمننا على الاستعدادات بشكل أكبر. يا توفيق مساء الخير. مساء الخير زميل عزيز أمير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. أهلا بك يا توفيق، طمننا على استعدادات النادي الأهلي لمباراة الغد أمام سموحة. يعني بشكل عام زي ما قلت امير، حالا دلوقتي الفريق بيختتم استعداده لمواجهه سموحه باذن الله في الاسبوع التاسع غدا باذن الله في السابعه مساء على استاد الاهلي بمدينه السلام. يمكن الفريق بدا استعداده على طول بعد ماتش فاركو امير، ومش بس يعني ده كلام الجهاز الفني وكابتن صالح الحفيظ مع اللاعبين. الاستعداد ليس فقط لمباراه سموحه، ولكن انت بتتكلم عن باكج كده زي ما بنقول على بعضه امير. صح. عندك سموحه بكره الاحد، الاربع سيراميك كليوباترا، يوم الاثنين بيراميدز، يوم الخميس اللي بعده على طول كمان عندك مواجهه ثانيه، فماتشات متلاحقه في مده قصيره جدا، بتتكلم تقريبا في 10 ايام عندك 4 مباريات حاسمه في مشوار الدوري، في ظل طبعا انت شايف المنافسه وضغط المباريات. فيمكن الجهاز الفني كان حريص على عقد محاضرات اكثر من مره خلال الايام الماضيه مع اللاعبين، سواء محاضرات بالفيديو عشان يناقش كل الاخطاء اللي وقع فيها الفريق في الفتره الماضيه، وكمان اهم نقاط القوه والضعف لمنافسين الاهلي تواليا، واولهم سموحه باذن الله بكره، خاصه زي ما قلنا امير لهذه الفتره من عمر المسابقه مهم جدا انك تحصل على كل النقاط بعلامه كامله وتستمر في سلسله الانتصارات اللي انت محققها في الفتره اللي فاتت، وان شاء الله تبقى البدايه باذن الله من مباراه سموحه غدا باذن الله. كل اللاعبين بحاله فنيه وبدنيه اكثر من رائعه في التدريبات، كل اللاعبين مشاركين في التدريبات باستثناء طاهر محمد طاهر اللي بيقدم برنامجه التاهيلي بشكل جيد جدا في سواء في الجيم او في الجري حول الملعب، وكمان بيرسي تاو شغال بشكل اكثر من رائع في البرنامج الخاص. اتكلمت طبعا مع دكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي للفريق بخصوص طبعا حديث الساعه ولاعبنا اكرم توفيق. هل في اي مستجدات؟ كل الكلام اللي بيتقال يا امير قولا واحدا، كل الكلام اللي بيتقال مجرد اجتهادات. الى الان اصابه اكرم توفيق بشكل قاطع لم تحدد. طبعا. حالا دلوقتي وانا معاك على الهواء اكرم توفيق بيجري اشعه رنين مغناطيسي جديده، الكلام ده اكده لي كابتن صالح حفيظ وكمان دكتور احمد ابو عبد رئيس الجهاز الطبي للفريق، قال لي حالا دلوقتي اكرم بيعمل اشعه رنين مغناطيسي جديده، وكل الكلام اللي اتقال دوت غير يعني غير جاد وغير مجزم بيه. مدى الاصابه، قوتها، مده غياب اكرم، او اكرم اصلا الاصابه عنده ايه، ده كله لم يتحدد بشكل قاطع، واللاعب حالا بيجري اشعه رنين مغناطيسي عشان قفل كل ابواب الاجتهادات يا امير. وكلام من امبارح كل الناس بتتكلم وكله بيقول اصابه مختلفه ومده غياب مختلفه، ولكن الكلام الرسمي من الجهاز الطبي واللي مؤكد بنسبه 100% ان اللاعب الى الان لم تحدد اصابته ولا مده غيابه، ونتمنى باذن الله ان تكون يعني اخف حاجه، وان شاء الله يكون في اقرب وقت موجود مع الفريق. الفريق حالا زي ما قلت لك بيختتم استعداداته، ويمكن اخر فقره في التمرين وهي الفقرات الفنيه بتجرى الان، ومن بعدها ان شاء الله الفريق هيخش معسكر مغلق باذن الله استعدادا لمباراه سموحه، وباذن الله يكون كل التوفيق مع لاعبي النادي الاهلي، وان شاء الله يتم يعني مواصله سلسله الانتصارات ويبقى دائما النادي الاهلي في المقدمه يا امير. معاك الكلمه. طيب توفيق، يعني انت طمنتنا او كلمتنا على اصابه اكرم، ودي حاجه مهمه جدا، وحسمت الموضوع ان لحد دلوقتي لم يتم تحديد بشكل نهائي يعني مدى قوه الاصابه في انتظار نتائج الاشعه. هل الاهلي ان شاء الله النهارده ممكن يعلن عن نتيجه الاشعه بالتحديد ونعرف اصابه اكرم بشكل مفصل، ولا ممكن لسه الامور ما يتمش الاعلان عنها النهارده؟
اللي انت قلته بالظبط ده يا امير هو الاقرب للحدوث، ان خلال ساعات قليله جدا هيتم الاعلان بشكل رسمي بعد التاكد. يعني دكتور احمد ابو عبله نفسه اللي هو الطبيب رئيس الجهاز الطبي بالنادي الاهلي قال لا انا شخصيا ما اقدرش اجزم باصابه اكرم، لان دي يعني كل ده بيبان بالاشاعات. طبعا انت عارف دلوقتي يعني النادي الاهلي بيستخدم احدث التقنيات في الكشف الطبي على اللاعبين، في احدث الاجهزه، في احدث يعني في اكبر اماكن في مصر للكشف الطبي، سواء في مصر او خارج مصر كمان. فلسه الى الان زي ما قلت لك لم يتم التحديد. هو قال لي يعني نص ساعه ان شاء الله هيكون اكرم خرج من الرنين، بعدها ان شاء الله نقدر نعلن باذن الله، يعني ان شاء الله خلال هذه الليله إن شاء باذن الله كمان كلنا يعني نطمن على اكرم يا رب. وان شاء الله يكون حاجه خفيفه، وباذن الله يكون مع زملائه قريبا هو وكل اللاعبين، ونتمنى السلامه لكل اللاعبين يا رب. يا توفيق انا بشكرك شكرا جزيلا. زميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناه الاهلي كلمنا على مران الاهلي.